خلينا ناخد لمزيد من التفاصيل ونتكلم عن هذا الموضوع. ينضم لنا عبر الهاتف الأستاذ عبد الغني هندي، عضو مجلس إدارة مسجد سيدنا الحسين. بنرحب بيك يا فندم، كل سنة وحضرتك طيب، وطبعا ألف مبروك على هذا التجديد اللي بيليق طبعا بمقام سيدنا الحسين والأضرحة والمقامات طبعا لآل البيت جميعا. وكنت لسه بتكلم مع يعني زميلتي نهى عن قد إيه أنا شفته بعناية هذا التطوير من الخارج والداخل. ألف مبروك لحضرتك وكل السادة المستمعين ولكل المسلمين ولكل أهل مصر لهذا الافتتاح المبهر لمقام سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه وغرفة الأسرار النبوية والمسجد وكل تفاصيل المسجد والساحة الجديدة. في الحقيقة هذا مشروع قومي كبير جدا، ترميم مسجد الإمام الحسين والاهتمام بمساجد آل البيت. ندعو الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة كل من كان سببا في هذا الافتتاح وفي هذا التطوير وفي هذا الأمر الذي لم يحدث من قبل أن اهتمت الدولة بهذا الشكل بافتتاح مسجد الإمام الحسين ومساجد آل البيت، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه النعمة الكبيرة، لأن هذا مشروع قومي كبير جدا، وإن شاء الله رب العالمين يكون فيه مزيد من الزيارة والتقييم إن شاء الله. أستاذ عبد الغني، لو تكلمي عن الوقت اللي أخذتوه عشان تنفذوا طبعا التطور ده، يعني وقت قد إيه أخذتوه عشان يوصل لكده؟ الوقت طبعا زي ما حضرتك تعلمين يعني كان وقت سريع. انا طبعا في الاحتفال بذكرى الاسراء وذكرى ليله القدر لاحضرها السيد الرئيس، ويعني كنت يعني ان شاء الله رب العالمين يبقى لنا مداخله نشرح لحضرتك بالتفصيل تفاصيل غرفه الاثار النبويه وكل التفاصيل الموجوده ان شاء الله رب طيب العالمين. طيب معلش استاذ عبد الغني، طيب بعيدا كمان ان شاء الله، طبعا عارف فكره الوقت وان المجهود هنا أيوة. انا طبعا مقدر ان حضرتك كمان عارف ان احنا زانقين حضرتك في الوقت، بس سريعا برضو، وحاجه من الحاجات الهامه انه ليس فقط هذا اهتمام ب يعني اضرحه ومقامات وهي شان ديني، لكن هو ايضا نحن نعلم ان هناك ما يسمى بالسياحه الدينيه، ونعلم سواء داخليا وخارجيا في كل العالم طبعا، ومسجد الامام الحسين في كل العالم الاسلامي. احنا نزور مسجد الامام الحسين في شهر رمضان فقط اكثر من 12 مليون، وندعو الله سبحانه وتعالى ان يعيد علينا هذه الايام بالبركات، واعتذر ان شاء الله يبقى في فرصه اخرى. شكرا لحضرتك، شكرا نشكرك طبعا، شكرا جزيلا.